حل ما أصير مهندس مثل والدك تريس. نعم. يريد مهيمن وهو الابن الأصغر للمغدوري عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء والذي يبلغ من العمر 11 عاما أن يصبح مهندسا معماريا لبناء مدينته ويكمل مشوار والده. اسمي مهيمن عبير، العمر 11 سنة، الصف السادس. الآن أنت طبعا بعد استشهاد والدك، شنو حلمك تصير؟ أو شنو أول مرة شنو تطالب من الدولة وشنو حلمك تصير؟ نطالب بالدولة الاقتصاص، تحلى ما أصير مهندس. أما علي الابن الأكبر لعبير كربلاء يقول إننا لا نريد أكثر من القصاص العادل، ويطالب رئيس الوزراء الوفاء بعهده بعدما قام بزيارتهم ووعد بتطبيق القانون وإكمال المهمة التي بدأها والدهم. رئيس الوزراء زارنا الصبح، احنا قلنا له الرجل مشكور اجى لهنا وتعنى زين حتى يزور عائلة الشهيد. قلنا له احنا كل شيء ما رايدين، احنا رايدين فقط انه القصاص العادل بحق هذا المجرم. عبير كربلاء واسم أطلقه الكربلائيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفاء منهم لما قدمه عبيرهم لإظهار كربلاء بأجمل صورة. صحفيون تحدثوا بألم بالغ عن خسارتهم لمدير البلدية، وطلبة الهندسة أوقدوا له الشموع في مكان الحادثة. أستاذ عبير ترك بصمة في قلوب الكربلائيين، الكثير من المشاريع كانت متوقفة وما صار له وين من استلم هذا المنصب، صار له تقريبا سنة وشوية. كربلاء خسرته، العراقيين خسروا طاقة خبرة. ما أن تدخل كربلاء حتى تشعر أن الشهيد عبير قد وضع لمسات لم يضعها مدير من قبله، شوارع نظيفة ومئات المشاريع المتلكئة قد أنجزت بجهود العمال والمهندسين الذين شيعوه بحسرة وخشية مما قد يكلفهم الواجب في قادم الأيام. من كربلاء حسام الكعبي، يو تي في.